بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب وطالبات الصف الثاني متوسط الأبطال من معاهد برامج التربية الفكرية في درس جديد في مادة التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان اليوم إن شاء الله راح نأخذ تنمية المشاركة مع الآخرين في الدرس رقم أربعة يا أبطال تعليمات او قوانين التعلم عن بعد يا ابطال يجب عليك قبل بدايه التعلم الالكتروني والتعلم عن بعد ان تجهز الكتب والادوات التي تحتاجها قبل بدايه الدرس تستمع الى المعلم والمعلمه اثناء الدرس بكل تركيز تتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص حتى تحصل على الفائده كامله يا بطل فوائد ممارسه النشاط الرياضي اكيد انه يرفع من مستوى رياقتك القلبيه التنفسيه ويحسن صحه عقلك ومزاجك ويحافظ على وزنك الصحي المناسب ويقيك من عدة أمراض كالسمنة والسكري وبعض أمراض القلب كفانا الله وإياكم شرها ويجعلك قادرا على ممارسة جميع أنشطتك خصوصا الرياضية منها يا بطل. إلى أولياء الأمور الأفاضل نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم. بما أننا تكلمنا عن أهمية ممارسة الرياضة أول تمرين معنا هذا اليوم الجري الخفيف في المكان. واقفين في مساحة آمنة ومبتدئين زي الرياضي مع بعض. تمرين جماعة ابتدي ايه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ستة سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال تمرين الثانية ثانية جذع ناحية اليسار أربعة دات وناحية اليمين اربع عدات جاهزين يا ابطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي يسار اثنين <applause> ثلاثة أربعة يمين اثنين <applause> ثلاثة أربعة يسار <applause> <applause> ثلاثة أربعة يمين ثلاثة أربعة يسار ثلاثة <applause> أربعة يمين ثلاثة أربعة يسار ثلاثة أربعة يمين ثلاثة أربعة يسار ثلاثة أربعة آخر مرة جماعة كيف يعطيكم العافية أبطال ننتقل التمرين الثالث تمرين سكوات تفتح القدمين بالتساع الكتفين أوسع قليلا اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال ننتقل الآن لجانب الإطارات وأول تمرين معنا للعضلة الخلفية للفخذ من خلال مد القدم اليمين بهذا الشكل نبدأ بالقدم اليمين مع مراعاة عدم ثني الركب اليميني أبطال جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي ايه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. القدم الأخرى يعني أبطال القدم الأخرى، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. عشرة يعطيكم العافية أبطال ننتقل للتمرين الأخير للعضلة الأمامية للفخذ من خلال سحب القدم اليمين باليد اليمنى والقدم اليسار بيد اليسرى على أن تكون اليد الحرة تتكي على جدار وعلى جسم ثابت حتى لا تفقد التوازن جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى، أبطال القدم الأخرى واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمان، تسع. عشر يعطيكم العافية أبطال كذا نكون انتهينا من أداء التمارين الرياضية تذكر حتى تحافظ على صحتك يجب عليك الالتزام بالسلوكيات الصحيحة بالحياة من خلال النوم المبكر وتجنب السهر الالتزام بالغذاء الصحي المناسب والابتعاد عن الغذاء الضار شرب كميات كافية من الماء حتى لو لم تشعر بالعطش طوال يومك خصوصا أثناء وبعد ممارسة الأنشطة الرياضية حتى تعوض السوائل التي يفقدها الجسم من خلال التعرق أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية بعدها يجب عليك اختيار نشاط رياضي محبب لديك ولا يوجد لديك عذر لعدم ممارسه الرياضه حتى تستطيع ادائها في المنزل مثل ما عملنا قبل قليل يا ابطال. بعد كذا باذن الله راح تعيش حياه صحيه سعيده بعيدا عن امراض كفانا الله واياكم شرها. خلونا نشوف درسنا لهذا اليوم تنميه المشاركه مع الاخرين فماذا نقصد بالمشاركه مع الاخرين يا ابطال؟ المشاركه مع الاخرين هو القيام بعمل لاتمام هدف معين او المساعده القيام بما يطلبه شخص اخر. باختصار يا ابطال اذا سأطلب منك زميل أو أخ أو صديق أو أحد من العائلة أن تساعد في أمر ما. هنا يسمى مشاركه مع الاخرين في اي شيء تشارك مع احد اخر يسمى مشاركه واكيد سواء كان شخص او شخصين او اكثر من ذلك فيجب عليك ان تتعلم كيف تقدم الخدمه للاخرين قبل طلب المساعده وايضا اثناء طلب المساعده وبكل حب يا بطل ويجب عليك ايضا ان تتقبل مساعده الاخرين لك لانه في اهداف تستطيع ادائها لوحدك واهداف يجب ان يساعدوك الاخرين حتى تصل الى هدفك يا بطل المشاركة لها الكثير من الفوائد والتي تعود بالخير على المتشاركين فيه هي أبطال أولا زيادة التحصيل العلمي وزيادة خبرات الطالب أكيد في أثناء المدرسة أبطال أثناء العملية التعليمية يكتسب الطالب معارف ومهارات كثيرة جدا فالبعض يكون متميز في المهارات العملية والبعض في المهارات التي تكون داخل الصف في أبطال فاكيد انك تتميز في ماده وزميلك يتميز في ماده، فلو طلب منك المساعده في الماده اللي انت متميز فيها فساعدها اكيد حتى يتم مساعدتك ايضا في المواد اللي يكونون هم افضل منك فيها او يكونون متمكنون من الماده اكثر منك يا بطل، فاكيد حتى نرتقي بادائنا ونكتسب خبرات اكثر ونتعلم مهارات تعليميه اكثر يجب علينا مساعده بعضنا البعض ابطال. المهارات المكتسبة عند التعلم التعاوني بناء علاقات جيدة توسيع دائرة أو توسيع دائرة الاصدقاء، أكيد أنه التعلم بالتعاون راح يكسبك مهارات كثيرة، أكيد راح يوسع دائرة أصدقائك، كل ما حاولت مساعدة الآخرين كلما توسعت دائرة أصدقائك، وأكيد راح تزيد بعلاقتك مع الآخرين بشكل جيد يا بطل. تنمية المهارات التعليمية وتنمية المهارات الاجتماعية، أكيد لو عندك مهارة وانت تعرف فيها معلومات محددة أكيد زميلك الآخر راح ينمي هذه المهارة أو حتى الآخرين من معلمين أو من أحد أفراد المنزل يا بطل لذلك دائما حتى تنمي مهارتك التعليمية راح تكتسب أيضا مهارات اجتماعية بالتواصل مع الآخرين وكسب أيضا ثقتهم يا بطل زيادة تقدير الشخص لنفسه والتصرف بشكل جيد مع الاخرين ايضا يجب عليك دائما التصرف بشكل جيد مع الاخرين حتى اكيد يزيد تقدير شخصك اول شيء لنفسك وايضا يزيد تقدير الاخرين لك يا بطل كما يجب عليك تعلم المشاركه والعمل الجماعي حتى تحقق نجاح اكبر وتزيد ثقتك بنفسك يا بطل حتى تزيد ثقتك بنفسك، تكسب تقدير الآخرين، احترام الآخرين، بناء علاقات جيدة، توسيع دائرة الأصدقاء، تعلم مهارات تعليمية، اجتماعية، التواصل مع الآخرين، كسب محبة الآخرين والوصول إلى أهدافك، يجب عليك دائما تعلم كيف أنمي معارفي وكيف أيضا أستفيد من خبرات الآخرين يجب علي أولا أن أساعد الآخرين حتى أيضا يتم مساعدتي دائما نبادر بالمساعدة ولو طلب منا المساعدة أيضا نخدم الآخرين بكل فرح ونحاول الوصول معهم لأهدافهم حتى يساعدوني في الوصول إلى هدفي دائما يا بطل توصياتي أبطال المبادرة بمساعدة الآخرين إذا كنت تعلم أن صديقك بحاجة إلى مساعدتك وأنت تستطيع فبادر بمساعدته مشاركة الآخرين حتى تكتسب مهارات جديدة، لن تكتسب مهارات جديدة إلا إذا تعلمت مشاركة الآخرين، وأكيد حتى ترفع من مستواك يا بطل. تقدير واحترام الآخرين يا أبطال، يجب عليك أن تقدر الآخرين، تحترم الآخرين، تكسب ثقة الآخرين، حتى أكيد توسع دائرة أصدقائك ومعارفك وتتعلم أكثر وتستفيد وتنمي مهاراتك بشكل أكبر. عندنا لعبة اليوم نستطيع مشاركتها مع الاخرين لعبة نقل الكرة داخل السلة، يُقسم الفصل إلى عدة فرق من طالبين، يقوم الطالب الأول بدحرجة الكرة إلى زميله ليقوم الآخر بنقلها داخل السلة، وهكذا والفريق الذي يستطيع إدخال أكبر عدد من الكرات بأسرع زمن ممكن يا أبطال هو الفريق الفائز يا بطل. طيب خلونا نشوف مع بعض يا أبطال أداء المهارة بالشكل هذا يا ابطال يتم وضع علامتين ويتم وقوف الطالب عند العلامه الاخرى وطالب عند هذه العلامه يا ابطال يتم دحرجه الكره بحيث لا ترمى الكره يا ابطال يتم دحرجتها بهذا الشكل ثم ياخذها زميلي ويضعها بالسله. يمنع ان انتقل وارمي الكرات بهذا الشكل او ان ارميها بهذا الشكل يا ابطال يجب علي دحرجه الكره حتى تصل لزميلي ويضعها داخل السله يا ابطال. لعبة تعلمك كيفية انك لن تستطيع الوصول لهدفك الا بمشاركة الاخرين مراجعة الدرس لنا لهذا اليوم السؤال الاول هل المشاركه لها الكثير من الفوائد والتي تعود بالخير على المتشاركين فيه مثل زياده التحصيل العلمي والثقه بالنفس اكيد اجابه صحيحه وراح تكتسب اكثر من ذلك مثل ما ذكرنا 12 مهاره واكثر تكتسبها اثناء مشاركتك مع الاخرين في الختام أبطال تعلم مشاركة الآخرين ودائما بادر بمساعدتهم ودمتم بصحة ونشاط